جزء، هم جزء من الدستور، المادة 1 لـ19 من الدستور الألماني. المادة الثوابت، سموها الثوابت. 79 من الدستور الألماني بيقول لك إن المادة 1 لغاية 19 لا يجوز تعديلها بأي إطلاق، أصبحت ثوابت. يعني نفس الفكرة اللي أنا كنت بتكلم عليها، إن نحط مادة إن الجيش يحمي مدنية الدولة، لأن أنت عارفة في تخوف هنا في مصر إن ممكن تستعمل الديمقراطية لتهزم الديمقراطية، وإن الدولة ممكن تتحول، وبنتكلم يعني إن الدولة تتحول من دولة مدنية أو إلى دولة إسلامية أو إلى دولة أو إلى دولة دينية على على مش إسلامية، دولة دينية على سبيل المثال. ده ممكن يريح كل الناس، لأن لا أعتقد إن حد هيختلف على هذه الثوابت. تعال نتكلم في الثوابت.